السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ Design of Biaxial Column، اللي هي الأعمدة المعرضة لعزمين. طيب، فتعريف الـ Biaxial Column بتكون عمود، تمام، جاي عليه مومنت في كل اتجاه وقوة ضغط محورية بي ألتيميت. فلو جينا اتكلمنا على ايه هي المين ستريننج اكشن اللي على العمود ده، عمود هيكون جاي عليه احمال ايه؟ اول حاجة العمود جاي عليه قوة ضغط compression force اللي هي البي ألتيميت. اللي يبقى اول حاجة في اكسيال فورس اللي هي بي ألتيميت، تاني حاجة جاي له مومنت في اتجاه اكس، يعني ده مومنت about x direction، وجاي له مومنت حوالين محور y اللي هو m y، اللي هو مومنت about ال y direction. طيب تعال نشوف الكلام ده بالرسم ازاي. دلوقتي احنا عندنا العمود لما بيكون بالشكل ده، وادي السنتروب بتاع العمود، وكانت البي ألتيميت موجودة هنا في النص. يبقى دلوقتي القوة دي اكسيال في السنتر بتاعت العمود، فمفيش اي اكسنتريستي وبالتالي مفيش اي مومنت، يبقى ده بيور كومبريشن. طيب تعال العمود بالمنظر ده وادي السي جي بتاعه، وكانت البي ألتيميت اللي بتأثر عليه هنا. دلوقتي القوة دي مترحلة في الاتجاهين، فانا علشان خاطر اجيبها للسنتر يبقى هتلاقي ان القوة دي بتبعد مسافة كده اسمها اي اكس، وبتبعد مسافة عن المحور ده اسمها اي واي. يبقى عشان اجيب النقطة دي هنا محتاج اضرب البي ألتيميت في اي اكس واضرب البي ألتيميت في الاي واي، صح؟ فهتلاقي الشكل ده بيكفئ لنا حاجة بالمنظر ده كده. اول حاجة انا عاوز اجيب البي ألتيميت هنا في النص، وبالتالي هنضرب مرة بي ألتيميت في الاي اكس. بص اهو، اما تضرب ده في ده تجيب مومنت حوالين المحور ده. فين الكومبريشن؟ الكومبريشن الناحية دي، يبقى ادي راس السهم هنا ناحية الكومبريشن، يبقى ده كده مومنت حوالين ايه؟ ده مومنت حوالين محور واي نفسه اهو، مش ده محور اكس وده محور واي. فما ضربنا البي ألتيميت في الاي اكس عملنا مومنت حوالين المحور واي، يبقى ده هو الام واي. يبقى الام واي اول قانون عندك ان الام واي هو عبارة عن البي ألتيميت في الاي اكس. طيب لما نضرب البي ألتيميت في الاي واي، ادي الكومبريشن هنا، يبقى راس السهم لفوق والتنشن من تحت، ده مومنت حوالين محور اكس، يبقى ده ام اكس. يبقى الام اكس هي عبارة عن البي ألتيميت في الاي واي. يبقى دلوقتي عندك القطاع اهو عليه بي ألتيميت وام اكس وام واي. البي ألتيميت الاكسيال كومبريشن فورس، الام واي المومنت اللي حوالين محور واي بيساوي البي ألتيميت في الاكسنتريستي اكس اي اكس، الام اكس هي عبارة عن البي ألتيميت في الاي واي. طيب دلوقتي في الامتحان هيكون مديلك التلاتة ستريننج اكشن، هل اخش احل على طول ولا لازم اشيك على المينيمم اكسنتريستي؟ لازم تشيك على المينيمم اكسنتريستي عندك. طيب فاكرين المينيمم اكسنتريستي دي لما بنيجي نحسبها بنحسبها على حسب كل مومنت بيقاومه انهي بعد، فعايزين نحسب المينيمم اكسنتريستي. المينيمم اكسنتريستي كنا واخدينها الترم اللي فات، هي عبارة عن 20 المينيمم اوف 20 ملي، اللي هي المينيمم اكسنتريستي بنديها رمز اسمه اي مينيمم، بناخدها لأقل من 20 ملي يا اما بوينت وخمسة البي اور البوينت وخمسة التي، يعني بوينت وخمسة في بعد العمود سواء كان بي او تي. طيب هنشيك ازاي الكلام ده؟ ادي عندنا العمود بالمنظر ده اهو،
هنا في بي ألتيميت، هنا المومنت حوالين محور واي ام واي، وهنا المومنت حوالين اكس ام اكس، ومسمين البعد ده بي ومسمين البعد ده تي. زي ما انت شايف ان المومنت الاكس بيتقاوم بالعرض اللي اسمه تي، المومنت الواي بيتقارن بالبي، يبقى كل مومنت هنشوف البعد المقابل ليه. طيب فاكرين اي اكسنتريستي هي عبارة عن ايه؟ المومنت على البي ألتيميت. فدلوقتي انت عايز تجيب الاي اكس، الاي اكس هي عبارة عن ايه؟ ام واي على البي ألتيميت، يبقى ام واي على بي ألتيميت تجيب الاي اكس. طيب الاي واي بتساوي ايه؟ بتساوي ام اكس على بي ألتيميت، يبقى الاي واي بتساوي ام اكس على البي ألتيميت. طيب الام واي هنقومها بالبي، يبقى دي ما تيجي تشيك هتشيك بالاي مينيموم من العشرين ملي او بوينت او خمسة البي، الاي واي هتشيك بالعشرين ملي او بوينت او خمسة التي. طيب حسبنا كده الاي اكس والاي واي وحسبنا الاي مينيموم، هتبدأ تشيك. اول حاجة لو لقيت الاي اكس اقل من الاي مينيموم والاي واي اقل من الاي مينيموم، يبقى دولت كده الاتنين مينيموم اكسنتريستي، يبقى هتقول له نيجلكت ام اكس وام واي اند ديزاين بي التيميت اونلي. يبقى دي كده اول حالة عندك، ممكن المسألة تطلع معاك بيور كومبريشن وتعوض بالمعادلة بوينت 3.5 اف سي يو في الاريا كونكريت ناقص الاريا ستيل زي بوينت 6.7 اف فيلد في الاريا ستيل، وخلصت المسألة مع انه كان جايب لك اتنين مومنت. بس هنا ايه اللي حصل؟ ان هما الاتنين طلعوا مينيمم اكسنتريستي. طيب لو لقينا ان الاي اكس اكبر من الاي مينيمم، الاي اكس اكبر من الاي مينيمم، يبقى الام واي داخله معانا في الاعتبار، يبقى كونسيدر الام واي. طيب ولقينا في نفس الحاله ان الاي واي اصغر من الاي مينيمم، يبقى ساعتها هنعمل نيجلكت للام اكس. يبقى دلوقتي هنصمم بي التيميت زائد ام واي بس بالانتر اكشن دايجرام او الام اس ميثود اللي هو اسمه يوني اكسيال مومنت بتاعت الترم اللي فاتت. طيب افرض لقيت ان الاي اكس اصغر من الاي مينيمم، يبقى ده هنعمل نيجلكت للام واي، ولقيت ان الاي واي اكبر من الاي مينيمم، يبقى لا هناخد في الاعتبار، يبقى كونسيدر ام اكس، يبقى ساعتها هنصمم بي التيميت زائد ام اكس. اخر حاله ودي اللي بنسبه كبيره تطلع معاك في الامتحان، ان تلاقي ان الاي اكس اكبر من الاي مينيمم وان الاي واي اكبر من الاي مينيمم، يبقى هتاخد المومنتين في الاعتبار، يبقى ديزاين الباي اكسيال كولوم باي اكسيال مومنت. يبقى دلوقتي هنصمم باي اكسيال مومنت عمود عليه اتنين مومنت. طيب علشان تصمم الباي اكسيال مومنت عندنا تلات طرق، الميثود of design الباي اكسيال مومنت. في عندنا تلات طرق، اول طريقة بنسميها الباي اكسيال انتر اكشن دايجرام، وبيكون عندنا توزيع الحديد فيه يونيفورم اند سيمتريك. يعني الحديد بتاعك موزع بالتماثل على الاربع جوانب، فده بنسميه الباي اكسل انتراكشن دايجرام، او الحديد بتاعك يونيفورم وسيمتري في نفس الوقت. تاني طريقه برضو السيمتريك يونيفورم ار اف تي بالايكويشن، طريقه المعادلات. الطريقه الثالثه الانسيمتريك reinforcement. هعلمك في الامتحان امتى تشتغل بالطريقة دي او دي او دي، في ثلاث طرق.
كل طريقة سهلة. يبقى انت عشان تحل الباي اكسيال مومنت عندك 3 طرق، تعالى كده نمسك طريقة طريقة وفي الاخر هقول لك امتى تستخدم كل طريقة. اول طريقة اللي هي الانتر اكشن دايجرام يوزنج فور باي اكسيال، الباي اكسيال بالانتر اكشن دايجرام. انت عندك في ديزاين ايدز اللي هتشوفه في الامتحان شوية اكشرتات بالمنظر ده كده، هتلاقيها معاك من 5-1 لغاية 5-4، هتلاقيهم 4 انتر اكشن دايجرام لغاية 5-4، هما اللي هتلاقيهم في الامتحان. طيب فيهم ايه؟ اول حاجة فيهم الليجنت اللي فوق هنا مدي لك الاف فيلد ب400، الار بي ب3، الابساي ب9، ومدي لك ام ام واي على الاف سي في البي في التي في البي سكوير، وام اكس على الاف سي في البي في التي سكوير. هعرفك ايه كل ده دلوقتي. طيب ايه الفرق ما بين ده والتشارت 5-2؟ ان الار بي 4، يبقى انت عندك تشارت 5-1 كانت الار بي 3، تشارت 5-2 الار بي بتاعته 4، تشارت رقم 3 الار بي بتاعته 5، التشارت رقم 4 الار بي بتاعته 6. يبقى انت اللي بيفرق معاك كل الانتر اكشن دايجرام دي هم كلهم نفس الشكل. ايه الفرق ما بينهم؟ ان انت عندك من تشارت 5-1-2 تشارت 5-4 حاجة اسمها الار بي. الار بي دي بنسميها اللود ليفل، مستوى الحمل عندنا. ده بيساوي ايه الار بي؟ الار بي هتلاقيه بيساوي بي التيمت على الاف سي يو في البي في التي. مش محتاج تحفظ القانون ده اهو، هتلاقيه موجود عندك تحت هنا اهو. الار بي بيساوي بي التيمت على الاف سي يو في البي في التي. هتطلع الار بي هتشوف هل انت 3، هل انت 4، هل انت 5، هل انت 6. عرفت تجيب التشارت عندك، ومدي لك الاف فيلد ب400 والابساي 9. طيب هتلاقي الانتر اكشن دايجرام حاجه بالمنظر ده كده. كنا اتفقنا من شويه ان انت عندك الام واي متقوم بالبي، صح؟ يبقى هتلاقي هنا مكتوب في الرأسي ام واي على اف سي يو في البي في التي في البي سكوير. البي هي اللي بتتربع علشان عندك الام واي هو اللي بيتقوم بالبي. طب الام اكس هتلاقي الام اكس اللي هو بيتقوم بالتي، هتلاقي الام اكس مقسوم على اف سي يو في البي في التي سكوير. يبقى كل بعد بيقاوم عندك هو اللي بيتربع. كان عندك هنا الام اكس هو اللي بيتقوم بالتي فهنربع التي، كان عندك هنا الام واي هو اللي بيتقوم بالبي فربعنا البي. طيب هتحسب القمه دي وهتحسب القمه دي، هتخش تقاطع القيم مع بعض هتطلع الرو. فاكرين الرو كنت بتستخدمها ان انت تحسب الميو اللي هي بتساوي رو في الاف سي يو في 10^4، وبرده مش محتاج تحفظها هتلاقيها عندك هنا اهي. الميو بتساوي الرو في الاف سي يو في 10^4، يبقى الاريا ستيل ميو في البي في التي. ادي دي اول طريقه، اتوقع ان هي سهله جدا. هتطلع الاريا ستيل تحسبها بالاريا ستيل مينيموم، يبقى الاريا ستيل مينيموم هتساوي 8 على المية في البي في التي، والحديد اللي هيطلع هنحطه في الاربع اجناب بالتساوي. طيب انا كنت بقول لك ان اللود ليفل بتاعك متراوح من 3/10، 4/10، 5/10، 6/10. افرض ان لقيت الار بي عندك طلع ببوينت 3.5، يبقى ده رقم واقع ما بين 3/10 و4/10. يبقى هتضطر اللي انت تحل بالتشارت ده مرة وتحل نفس المسألة بالتشارت ده، والنتج اللي يطلع هتاخد المتوسط بتاعهم. طيب افرض طلعت معاك بوينت 5.5، طلعت معاك بوينت 5.5، يبقى انت ما بين 5/10 و6/10. يبقى هتحل مرة للـ5/10 تطلع رو، وهتحل مرة للـ6/10 تطلع رو،
والاتنين رو دولت هتاخد لهم المتوسط. يبقى لو طلع عندك رقم ما بين الرقمين هتحسب لده مرة وده المرة وتاخد الافرج مع بعضه، تجيب الرو تضرب الرو في الاف سي وفي 10 اس ناقص 4 جبت الميو والاريا ستيل. تعال نشوف مسألة على الكلام ده. يدينا عمود 500 في 800 أبعاده، وال B ultimate عندك طلعة بتساوي 3500 كيلو نيوتن، ومديلك ال MY بتساوي 250 كيلو نيوتن متر، وال MX 500 كيلو نيوتن متر، وال FCU 25 ميجا باسكال، وان ال F yield ب 400 ميجا باسكال. اول حاجة قبل ما تحل اهو هتكتب كده تشيك المينيمم اكسنتريستي، ال اي واي الاكسنتريستي بتاعت واي بتساوي ام اكس على البي التيمت. ام اكس عندنا كام؟ كانت عندنا الام اكس اهي ب 500، هنضربها في 1000 عشان نجيبها بالملي، على البي التيمت 3500 هيطلع معانا 142 ملي. ادي الاي واي. طب الاي مينيمم دلوقتي عندك الام اكس بيتكون بالعرض ال 800، يبقى بوينت و5 في التي اللي هي 800 يا اما 20 ملي، هتلاقي دي طلعت 40 ملي. الاي واي اكبر من الاي مينيمم، يبقى كونسيدر ام اكس ان ديزاين. طيب هنعيد نفس الكلام للاي اكس. الاي اكس هي عباره عن ايه؟ ام واي على البي التيمت. ام واي عندنا ب 250 في 10 أس 3 على 3500، هتلاقيها طلعت معانا 71.4 ملي. ال E minimum بوينت وخمسة في ال M Y بتتقام بالعرض ال 500، يبقى في 500 هتلاقيها بتساوي 25 ملي، والتانية 20 ملي. برضو ال E X أكبر بكتير من ال E minimum، يبقى هناخد ال M Y in design. يبقى إذن ديزاين باي أكسيال مومنت. يبقى احنا عرفنا الطريقة عندنا ان احنا هنستخدم الباي أكسيال مومنت، لان في بي ألتيميت وفي ام اكس وفي ام واي. هنخش كده نحل بطريقة الانتر اكشن دايجرام. عندنا الاف ساي ب 9 من 10، الاف فيلد ب 400، يبقى محتاجين نحسب اللود ليفل اللي هيحدد لنا انهي تشارت، اللي هو الار بي بي التيمت مقسوم على الاف سي يو في البي في التي. كان عندنا البي التيمت من 3500 في 10 اس 3 على الاف سي يو 25 في 500 في 800، يطلع اللود ليفل ببوينت 3.5. ده ما بين 3 من 10 والبوينت 4 من 10. يبقى هنحل مرة بالانتر اكشن دايجرام اللي هو 3 من 10 اللي اسمه تشارت 5.1، وهنحل مرة بالاربعة من عشرة اللي هو تشارت 5.2. هنطلع لدارو وهنطلع لدارو وهناخد الافريج بتاعته. يبقى اول حاجة اهو يوز تشارت 4 5.1، هنروح نحسب اول حاجه ام اكس مقسوم على اف سي يو في البي في التي سكوير. كان عندنا في المساله ام اكس ب 500 وبيتقام بالعرض ال 800، يبقى ال 800 هي اللي تترفع، يبقى 500 ده مومنت نضربه في 10 اس 6 على الاف سي يو 25 في 500 في 800 تربيع، هنلاقي الناتج ده طلع ببوينت 0.625. طيب الـ MY على الـ FCU في
في التي في البي سكوير. كان عندنا الام واي ب 250 بيتقاوم بالعرض ال 500، يبقى ال 500 هي اللي تتربع، يبقى 250 في 10 اس 6 على 25 في 800 في 500 تربيع، هنلاقي الناتج ده طلع ببوينت وخمسة. هتخش تشارت 5-1 هتلاقي هنا الرو طالعة تقريبا بستة وربع. طيب تاني حاجة، اما تخش على تشارت 5-2 لنفس القيم دي هتلاقي الرو طلعت بتساوي تقريبا 9. يبقى الرو الافريج 6.25 × 9 × 2 طلعت ب 7.63. يبقى الميو رو في الاف سي يو في 10 أس ناقص 4 يبقى 7.63 × 25 × 10 أس سالب 4 تطلع ببوينت 0.19، مش أكبر من الميو مينيمم اللي هي 3 من 10 على المية. طلعت الميو أكبر من ميو مينيمم اللي هي 8 من 10 على المية، يبقى تمام. يبقى الاريا ستيل ميو في البي في التي يبقى 0.019 × 500 × 800 هيطلع معانا 7625 مليمتر مربع. اما تيجي تختار الاسياخ، ده قلنا سيمتري يعني كل جنب واخد نفس عدد الاسياخ، فنطلع حديديه بالقسمة على الاربعة. هنا هتلاقينا محتاجين 16 × 25 بحيث ان كل جنب ياخد 4 اسياخ. تعالى كده نرسم التسليح، عايزين نرسم عمود 500 × 800، يبقى هنرسم بسكيل 1 لـ10، يبقى ده 8 سم × 5 سم. اول حاجة هنحط البعد ده 800 وهنحط البعد ده 500، ودايما بنكتب فوق الدايمنشن. تاني حاجة هنبعد مسافة الكونكريت كفر اللي هي 25 ملي من كل ناحية. الخطوة اللي بعد كده هنحط عند كل ركن سيخ، كده حطينا عند كل ركن من الأركان سيخ عندنا في المسألة، يبقى لنا كام سيخ من الـ16؟ 12 سيخ. 12 سيخ على الأربعة يبقى كل ركن هياخد 3 أسياخ، أدي 1 2 3، أدي 1 2 3. الركن ده 1 2 3، 1 2 3. هنحسب ان السبيسنج ما بين الاسياخ امتى تتربط وامتى ما تتربطش. لو واحد يبقى ساب واحد مربوط لما المسافة دي تكون اقل من 150، لو اكبر من 250 يبقى لازم كله يتربط. هنا المسافة ما بين الاسياخ كانت اقل من 150، فهمشي بمبدأ هسيب واحد وهربط التاني، فهتلاقيك اللي انت ربطت ده كده بكان مع بعض، وسبت اللي في النص وسبنا اللي في النص متساب. هنا المسافات ما بين الاسياخ كانت اكبر من 250 فربطنا كله مع بعض، دولت كده يتربطوا مع بعض بالكنة دي، ودي تتربط مع دي بكان شنب، او ممكن تسيبها مش متربطة لو كانت المسافة اقل من 150. طيب هنكتب عدد الاسياخ 16 × 25. تفريدة الاسياخ، تفريدة الكنات عندي كنة خارجية، بعد كده كنة في النص، بعد كده الكنة الحباية، بعد كده كان في كنة في الاتجاه التاني، 5.8 على المتر الطولي، وده كده يبقى اسمه سكشن 1-1 للعمود سكيل 1 لـ10. كده انت عملت الديتيلينج بتاع العمود عندك، بتعمل الكونكريت دايمنشن وتحط البي والتي، ترسم الاسياخ كل سيخ في ركن، والاسياخ اللي تتبقى معاك بتقسمها على الاربعه وتحط في كل جنب عدد الاسياخ وتبدا تربطهم مع بعض في الكنات، تحط قيمه الاسياخ والتفريده وقيم الكنات، يبقى انت كده عملت تسليح العمود. يبقى دي كده اول طريقه بطريقه الانتر اكشن دايجرام، وزي ما انت شايف طريقه سهله وما تاخدش منك 5 دقايق في الامتحان. طيب تعالى نشوف طريقه تاني، طريقة اسمها اليوني اكسيال
bending interaction diagram symmetrical RFT. يعني عندنا الفكرة في ايه؟ ان انت عندك قطاع عليه عازمين، الفكرة اللي انت هتختزل العازمين دولت في عزم واحد بس، وبناء عليه بقى عندك بي التيمت و ام التيمت. هتشتغل المسألة يوني اكسيال، والتسليح اللي يطلع معاك هتعمله سيمتري. يبقى الطريقة دي بتعتمد ان احنا عندنا ادي العمود اهو، بسمي البعد ده بي، وهنسمي زي رموز القود، ومسمي البعد ده ايه، وهنا في ام واي وهنا في ام اكس. جه الكود قال لنا ايه؟ قال لنا هنحسب اول حاجه حاجه اسمها الاي داش هتساوي ايه ناقص 50 مللي، وهتحسب حاجه اسمها بي داش اللي هي بي ناقص 50 مللي. طيب الام اكس زي ما انت شايف بتتقاوم بالاي، فهتقسم الام اكس على الاي داش، والام واي بتتقاوم في البي، فهتقسم الام واي على البي داش. عندنا حالتين، يا اما ده هو اللي يطلع الكبير يا اما ده هو اللي يطلع الكبير. فعندنا حالتين، اول حالة لو لقيت الام اكس على الاي داش هو اللي اكبر من الام واي على البي داش، يبقى ساعتها انا قلت عايز اختزل العازمين دولت في عزم واحد، يبقى هنهمل مين؟ هنهمل الام واي. فساعتها هنقول له نجلكت ام واي اند كالكوليت ام اكس داش، حاجه اسمها ام اكس داش. طيب لو لقينا ان الام واي على البي داش هي اللي اكبر من الام اكس على الاي داش، يبقى ساعتها الام واي هي الكبيره، يبقى هنهمل ام اكس، يبقى نجلكت ام اكس اند كالكوليت ام واي داش. طيب ايه الام اكس داش وايه الام واي داش؟ هتلاقيهم عندك في ديزاين ادز، الام اكس داش دولت والام واي داش ليهم القانونين دولت. ادي الام اكس داش بتساوي ام اكس زائد البيتا مضروبه في الاي داش على البي داش في الام واي، والام واي داش هي عبارة عن ام واي زائد البيتا مضروبة في البي داش على الاي داش ام اكس. يبقى انت لما تيجي تصمم الام اكس هتلاقي ده هو الكسبان اللي هو كان الام اكس، لما تيجي تحسب الام واي داش هتلاقي الام واي هي كانت الكسبانة. يبقى هنا الناتج النهائي هيكون عندنا بي التيمت وام اكس داش، هتروح تحله بالانتر اكشن دايجرام. هنا هتلاقي عندك بي التيمت وام واي داش، هتروح تحلها بالانتر اكشن دايجرام. يبقى فكرة المسألة دي ان انت عندك مومنتين بتختزلهم لمومنت واحد، ام اكس داش او ام واي داش، بناء على ايه؟ على نسبة المومنت في البعد اللي بيقاومه، ام اكس على الاي داش والام واي على البي داش. طيب زي ما انت شايف الام اكس معانا، الاي داش معانا، والبي داش معانا، الام واي معانا، ايه هي البيتا؟ البيتا دي بتساوي 9 من 10 ناقص ار بي على الاتنين. ايه الار بي؟ اللي هو اللود ليفل اللي احنا كنا حاسبينه من شويه، بي التيمت على الاف سي يو في البي في التي. هتطلع الناتج ده تقسمه على الاتنين من 9 من 10. لازم الطريقه دي ممكن تاخد فيها صفر لو حسبت البيتا غلط. الناتج اللي هيطلع معاك لازم يكون اكبر من او يساوي 6 من 10، واقل من او بيساوي 8 من 10، لازم يكون في الرينج ده. طيب افرض ان البيتا طلعت اقل من 6 من 10، يبقى لازم تاخدها ب6 من 10. افرض ان البيتا طلعت اكبر من 8 من 10، يبقى لازم تاخدها 8 من 10. يبقى خلي بالك كويس جدا من حتة البيتا دي وانت جاي تحسبها وبتحل في الامتحان، البيتا لازم تكون ما بين 6 من 10 وال8 من 10. جبت البيتا، جبت الام اكس او الام واي داش، خلاص انتر اكشن دايجرام. هنوزع الحديد ايه؟ السيمتري. يبقى هنخش على اليونيفورم ستيل ونجيب الاريا ستيل وتبقى خلصت المساله. تعالى كده نشوف اكزامبل عندنا، ودي برضو تاني طريقه وسهله جدا ومش هتاخد 5 دقايق في الامتحان. مدينا قطاع عمود 400 في 800، جه ادالنا البي ألتيميت
ب 2800 كيلو نيوتن، واداك ال ام واي ب 200 كيلو نيوتن متر، وادالك ال ام اكس ب 550 كيلو نيوتن متر، والاف سي ب 30، والاف يلد ب 400. هتروح تعمل تشيك المينيمم اكسنتريستي وهتلاقيه منزله لك في الورق اهو. اما تيجي تعمل تشيك المينيمم اكسنتريستي هتلاقي ان الاي واي طلع اكبر من الاي مينيمم والاي اكس اكبر من الاي مينيمم، يبقى هنعمل ديزاين باي اكسيال كولوم. طيب تعالى نبدا نعمل خطواتنا بقى اللي هي اليوني اكسيال انتراكشن دايجرام سيمتري. اول حاجه هنحسب الاي داش اللي هي عباره عن الاي ناقص 50، الاي عندنا اللي هي 800 ناقص 50 تطلع 750 ملي او 0.75 متر. البي داش هي عبارة عن البي ناقص 50 اللي هي 400 ناقص 50 تطلع 350 ملي اللي هي 0.35 متر. انا ليه حولتها المتر؟ عشان انا هقسمها على عزم كيلو نيوتن متر. هتروح تحسب الام اكس على الاي داش، يبقى 550 على 0.75 تطلع 733. هنروح نحسب الام واي على البي داش اللي هي 200 على 0.35 تطلع معانا 571. زي ما انت شايف ان الام اكس هي الكسبانه، يبقى هتقول اذا نيجلكت ام واي اند كالكوليت ام اكس داش. طيب عشان نحسب الام اكس داش محتاجين نروح نحسب الار بي اللي هو البي التيميت على الاف سي يو في البي في التي. بي التيميت كانت عندنا ب 2800 في 10 اس 3 على الاف سي يو 30 في 400 في 800، هتلاقي الناتج ده طلع ب 0.2916. تروح تحسب البيتا 9 من 10 ناقص ار بي على الاثنين، يبقى 9 من 10 ناقص 0.291 على الاثنين تطلع ب 0.754. البيتا اكبر من 6 من 10 واقل من 8 من 10، يبقى احنا كده تمام. يبقى هنروح نحسب الام اكس داش اللي هي بتساوي ام اكس زائد البيتا مضروبه في الاي داش على البي داش في الام واي. ام اكس كانت عندنا ب 550 زائد الار بي البيتا اللي هي 0.75 مضروبه في الاي داش كانت 75% على البي داش 35% في 200، هتلاقي الام اكس داش طلعت ب 871 كيلو نيوتن متر. يبقى احنا عندنا قطاع معرض ل 2800 كيلو نيوتن و 871. هنخش على الانتراكشن دايجرام اليونيفورم. عايزين دلوقتي نستخدم الانتراكشن دايجرام اليونيفورم. الداتا اللي احنا محتاجينها اول حاجه الاف فيلد عندنا ب 400 ميجا باسكال، الاي اللي هي الدي ناقص الدي داش على التي اللي هي 750 ناقص 50 على 800 هتطلع 0.875، يبقى الإبصاي عندك ب 8 من 10. ومحتاجين ان احنا نشتغل يونيفورم ديستريبيوتد، هتلاقي ان ده يوز اتشارت 4 26. هتخش تحسب الكي والكي في الاي على التي. فاكرين الكي هي عبارة عن ايه؟ بي التيميت مقسوم على الاف سي يو في البي في التي. هنا ام التيميت مقسوم على الاف سي يو في البي في التي سكوير. خلي بالك ان القانون ده ولا هو ام اكس ولا هو ام واي. انت دلوقتي مين اللي كسب عندك في المسألة؟ مش كان الام اكس، الام اكس هو اللي كان كسب في المسألة وحسبت له الام اكس داش. طب الام اكس ده كان بيتكون بانهي بعد؟ ال 800، يبقى ال 800 هو اللي اتربع. طب افرض وانت بتحل لقيت ان الام واي عندك هو اللي كسب، يبقى البي هو اللي اتربع. يبقى القانون ده في اليوني اكسيال انتراكشن دايجرام البي والتي هو مش محدد المومنت بيتكون بانهي بعد، فانت لازم تاخد بالك مين الكسبان وبيتكون بانهي بعد هو اللي هتربعه.
هتروح تحسب البي ألتيميت اللي هي كانت 2800 على الاف سي يو 30 في 400 في 800، هتلاقيها طلعت معاك ببوينت 1134. هنا المومنت كان طالع 871 اللي هو الام اكس داش ونص في 10 اس 6، اتفقنا ده هتقوم بالعرض اللي اسمه تي، يبقى على اف سي يو 30 في 800 تربيع عشان هو اللي يتقوم بيها في 400، هتلاقي الناتج طلع ببوينت 0.255. تقاطع الاتنين مع بعض هيجيب لك الرو تقريبا بتمانية ونص، يبقى الميو هتساوي رو في الاف سي يو في 10 اس ناقص 4، هتلاقي طلع ببوينت 0.255 اللي هي 2% اكبر من الميو مينيمم. خلاص اكبر من الميو مينيمم، يبقى الاريا ستيل ميو في البي في التي، هتلاقي الناتج طلع 8160 ملي متر مربع. ده برضو بوزع الحديد بالتساوي عشان اسمه سيمتريك ارنجمنت، فهناخد رقم يقبل القسم على الاربعه، هتلاقيه طلع 20 في 25. طيب تعالى نعمل الديتيلنج بتاع العمود. اول حاجه عندنا العمود 400 في 800 يبقى 8 سنتي في 4 سنتي. بعد كده هنبعد ال 25 مللي بتوع الكانة، هنرسم أبعاد العمود، فوق ده هنكتب 800 وفوق الدايمنشن ده هنكتب 400. هنحط عند كل ركن من الأركان سيخ، أدي 1 2 3 4، يبقى أدي أول 4 تسيخ 25، 20 ناقص 4 16، يبقى هحط في كل جنب 4 تسيخ، أدي 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. كده رسمنا العشرين فاي 25. هتلاقيك ان انت هنا هتسيب سيخ وهتمسك سيخ، فهتلاقي الكان عندك في الاتجاه ده بالشكل ده كده. الاتجاه التاني هنمسكهم، هنمسك السيخين دول مع بعض الكانة، وهنمسك السيخين دول مع بعض بكام؟ يبقى تفريد الحديد عند الحديد بتاعت الكانات اهي، عندنا كانة خارجية، بعد كده في كانتين داخليتين، بعد كده في كانة في الاتجاه التاني بالمنظر ده، 5.8 على المتر الطولي، سكشن 1:1 سكيل 1:10. يبقى انت كده عملت ديتيلينج. يبقى اول طريقة او تاني طريقة هتستخدمها امتى؟ لما يقول لك ديزاين باي اكسيال مومنت يونيفورم ار اف تي. قال لك يونيفورم ار اف تي، يبقى ده من حقك ان انت تستخدم طريق رقم واحد اللي هو الباي اكسيال انتر اكشن دايجرام، او طريقة اليوني اكسيال انتر اكشن دايجرام السيمتري، دولت كده تحت طريقة اليونيفورم ار اف تي. الطريقة الثالثة واضحة لما يقول لك صمم نون يونيفورم ار اف تي بطريقة اليوني اكسيال. الفكرة ايه؟ اللي هي تالت طريقة احنا بنسميها يوني اكسيال انتر اكشن دايجرام السيمتريك. يبقى في طريقة اليوني اكسل انتر اكشن دايجرام الانسيمتريك، الانسيمتريك ار اف تي، او المعروفة في طريقة الكود المصري، دي بتكون طريقة اكنك بتحل بالسوبر بوزيشن. يعني ايه؟ هتحل المسألة مرتين يوني اكسل، هتحل مرة البي التيمت مع ام اكس، وهتحل مرة البي التيمت مع الام واي، وبعد كده هتجمع الحديدين مع بعض بس بشروط. اول شرط ان انت يبقى عندك ان اللود ليفل اقل من او بيساوي نص اللود ليفل اللي هو كانت البي التيميت مقسومه على الاف سي يو في البي في التي. طيب
الكود بقى قال لك قبل ما تخش بالانتراكشن دايجرام بالبي مع الام اكس والبي مع الام واي، هنحسب حاجه اسمها الام اكس داش والام واي داش. الام اكس داش بتساوي الفا بي في الام اكس، والام واي داش هي الفا بي في الام واي، يعني هتضرب المومنتات في معامل اسمه الفا بي. طب ايه الالفا بي ده اجيبه ازاي؟ والله احنا مش في المسألة اللي فاتت كان عندنا بتحسب الام اكس على اي داش وبتحسب الام واي على البي داش، هتاخد الناتجين دولت تمام. بعد كده الناتج الكبير، يعني الناتج الكبير من الاتنين دولت هو هيبقى المقام، والناتج الصغير هيكون البسط. يبقى هتروح تحسب ام اكس على اي داش وام واي على البي داش، وبعد كده هتحسب الام واي على البي داش والام اكس على الاي داش، وهتاخد الصغير المينيمم من ده او من ده. هنعمل بيه ايه؟ هتخش على جدول 6 12 ب اللي هو قيمة معامل الفا بي، بيقول لك السمولر اوف اهو الاصغر من ام اكس على اي داش مقسوم على الام واي على البي داش، ام واي على البي داش مقسوم على الام اكس على الاي داش، الصغير من الناتجين دولت، يا اما يطلع 0.33 نص واحد. وعندك حاسب الار بي اللي هي جايه من البي التيمت على الاف سي في البي في الاي، الناتج اللي في النص هو الالفا بي. يبقى احنا كده هنجيب الالفا بي. خلاص بقى معاك ام اكس داش وام واي داش، خش حل ديوني اكسيال مره، بس خلي بالك المره دي هتشتغل توب اند بوتوم، هتحل المساله مرتين. ام اكس داش هنطلع لها حديد اسمه اريا اس اكس، ام واي داش هنطلع لها حديد اسمه اي اس واي. فاكرين كنت بتضرب الاريا ستيل في الالفا بتحسب حاجه اسمها الاريا ستيل داش، يبقى هنا نحسب اريا ستيل اكس واريا ستيل اكس داش، هنا هتحسب الاريا ستيل واي والاريا ستيل واي داش. مجموع الاربع اريا ستيل مع بعض هو الاريا ستيل الفاينل. بعد كده هنعمل لهم التسليح. طيب تعال نشوف مساله كده بالارقام وهنعملها ازاي. كان عندنا عمود قطاعه 400 في 800، عليه بي التيمت 2000، عليه ام واي 450، عليه ام اكس 300، والاف سي يو 30، والاف فيلد 400. وبيقول لك صمم انسيمتريك، يبقى هي الطريقه الثالثه على طول. هتشيك المينيمم اكسنتريستي هتلاقيك هتاخد الام اكس والام واي في الامتحان، يبقى ده باي اكسيال. هتروح تحسب اللود ليفل اللي هو الار بي بي التيمت مقسوم على الاف سي يو في البي في التي، يبقى 2000 في 10 اس 3 مقسوم على 30 اللي هي الاف سي يو في 400 في 300 في 400 في 800. هتلاقي الناتج طلع ب 0.208، اقل من النص يبقى تمام، عشان هو نون يونيفورم قلنا الشرط ان اللود ليفل اقل من النص. هتروح تحسب الاي داش اللي هو 800 ناقص 50 ب 750 مللي اللي هو 0.75. هتروح تحسب البي داش 400 ناقص 50 350 مللي اللي هي 0.35. هتروح تحسب الام اكس على الاي داش والام واي على البي داش، يبقى 300 مقسوم على 0.75 و450 مقسوم على 0.35، طلع الناتج ده ب 0.311. يبقى اكيد المعكوس بتاعه هو الاكبر من الواحد، يبقى انا محتاج الصغير اللي هو ده. هتخش على جدول هنا معاك 2 من 10 و 0.31، 0.33 مع 2 من 10، يعني رقم اقل من 1.35 بحاجة بسيطة، انا خدته ب 1.28. يبقى تقول فروم التابل 6 12 الالفا بي بتساوي 1.28. روح احسب الام اكس داش اللي هو الام اكس مضروب في الالفا بي،
الام اكس كان عندك 300، في 1.28 يطلع 372 كيلو نيوتن متر. الام واي داش، ام واي في الفا بي، يبقى 450 في 1.28 يطلع 558 كيلو نيوتن متر. بقى معاك الام اكس داش والام واي داش، روح صمم اليوني اكسيال انتر اكشن دياجرام توب اند بوتوم. عندنا اول حاجه للبي التيميت زائد ام اكس داش، الاف فيلد ب 400، الالفا اللي هي نسبه الاريا سيل للاريا سيل داش هناخدها بواحد، الابصايه لما تيجي تحسبها هتلاقيه 8/10، يبقى ده تشارت 4/2. هنا بي التيميت على اف سي يو في البي في التي، البي التيميت اللي هي كانت ب 2000 على الاف سي يو 30 في 400 في 800، هتلاقي ده طلع معاك بوينت 2. خلي بالك هنا ام اكس، الام اكس بيتقام بمين؟ بال 800، يبقى خلي بالك اللي هنا هيتربع هو ال 800 تربيع في 400 في الاف سي يو اللي هي 30. الام اكس داش كانت طالعه معانا بكام؟ ب 372، هتلاقي ان الناتج ده طلع بوينت او 4، هتلاقي الرو طلع تقريبا بتساوي 1. يبقى هنطلع الاريا ستيل اكس اللي هي هتساوي الاريا ستيل اكس داش، عشان انت عندك الالفا بواحد، بتساوي 1 في 30 في 10 بس ناقص 4، يطلع بوينت او او 3. يبقى ده مضروبة في البي في التي، لأن دي قيمة الميو بوينت او او 3 في البي في التي، هتلاقي الاريا ستيل اكس هتساوي الاريا ستيل اكس داش ب 960 مليمتر مربع. ادي ده كده البي التيميت مع الام اكس داش. هتروح تحسب برضو البي التيميت مع الام واي داش، ايه اللي هيفرق عندك؟ هنا نفس القيمة اللي هي بوينت 2، هنا الام واي داش كانت طالعة معانا ب 558 في 10^6، والاف سي يو 30. المومنت ده بيتقوم بمين؟ بال 400، يبقى هربع ال 400، يبقى في 400 تربيع في 800، هتلاقي الناتج ده طلع ببوينت 1.45. تقاطع الاتنين دول مع بعض هيجيب لك الرو تقريبا ب 4، يبقى الميو رو اللي هي ب 4 في اف سي يو 30 في 10^4، هتلاقيها طلعت ببوينت 0.12. يبقى الاريا ستيل واي هتساوي الاريا ستيل واي داش ببوينت 0.12 في 400 في 800، يطلع 3840. يبقى الاريا ستيل توتال هي عبارة عن الاريا ستيل اكس زائد اريا ستيل اكس داش زائد اريا ستيل واي زائد اريا ستيل واي داش. اريا ستيل اكس واريا ستيل واي كانت ب 960، يبقى 960 زائد 960. اريا ستيل واي 3840 زائد 3840، يطلع الاريا ستيل التوتال 9600 ملي متر مربع. يبقى ده هستخدم له 16 في 25. اخترت اي قطر، طلعت عدد الاسياخ، عدد زوجي، مش فارق ان هو يكون يقبل القسمة على الاربعة. طيب دلوقتي كل اتجاه ياخد كام؟ تعال اعلمها لك بقى. عندنا بعد 400 في 800، يعني 4 سنتي في 8 سنتي، وعندك في الكلى الخارجية اهي وعندنا هنا في الأربع أسياخ، وإحنا عايزين نحط 16 في 25، عايزين نحط توتال 16 في 25. طيب نحسبها إزاي؟ بص، هنقول في الواي دايركشن اللي هو الاتجاه 800 ده، كان عندك الحديد طالع كام؟ كان عندك الحديد ده طالع 3840 زائد 3840 7680 مقسوم على
الاريا ستيل توتال على طول. الاريا ستيل توتال كانت كام؟ 9600. يبقى نسبة اريا ستيل على الاريا ستيل في عدد الاسياخ. عندنا عدد الاسياخ كان كام سيخ؟ 16 سيخ. يبقى ال 7800 7680 على 9600 في 16 هتلاقيهم طلعوا 12.8 من 10 سيخ، اللي هم 12 سيخ. يبقى انا محتاج احط هنا وهنا 12 سيخ، يعني 6 و6. يبقى 1 2 3 4، معلش هو دولت 20 في 25. عدد الاسياخ الكلي كان 20 في 25، طرحت منهم 4 اتبقى لك 16، يبقى ده عدد الاسياخ ناقص 4، طلعت 12 سيخ. يبقى 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 12. من 16 سيخ يبقى انا محتاج احط في الجناب 4 اسياخ، ادي عندنا 1 2 3 4، يبقى دلوقتي 1 2 3 4 و4 8 10 12 14 16 18 20. يبقى رصيت الاسياخ اللي انا محتاجها في البعد الكبير والباقي حاطته على الاجناب، دول هتتوصلوا مع بعض بكام بالمنظر ده. بعد كده هنا همسك سيخ واسيب سيخ، هسيب ده وده، يبقى هربط ده مع ده. بعد كده الاربع تسيخ اللي في النص هربطهم مع بعض، فهتلاقي شكل الكلام عندك ازاي. اهي كان خارجية، بعد كده كان بالعرض ده كده، بعد كده كان بالشكل ده، بعد كده كان كمان بالشكل ده. انت حر شكل الكنات زي ما انت عايز، المهم تلتزم بالسبيسنج، ما تزيدش عن 250 ما بين السيخ والسيخ، والمسافة ما بين السايب والمربوط ما تزيدش عن 150. ده سيكشن 1 1 سكيل 1 ل 10. يبقى تاني حتة توزيع الأسياخ، كان عندنا طلع الأسياخ 20 في 25، حطينا سيخ في كل ركن، يبقى 20 ناقص 4 يبقى لك 16 سيخ. ال16 سيخ دول عايز احطهم في الاتجاه ده والاتجاه ده، هنعملها بالنسبة والتناسب. الاتجاه ده كان طالع معاك 3840 و3840، يبقى مجموع الاتنين 7680. على الاريا ستيل التوتال كانت 6900، متبقي عندك كام سيخ؟ 16، طلعوا 12 و8، خلاص خدتهم 12 سيخ، رصيت 6 و6، وبقيت السياخ اللي هو 4 سياخ، حطيت 2 يمين و2 شمال، يبقى كده 12 زائد 16، 12 زائد 4 16، والاربع سياخ اللي على الاطراف كده 20. يبقى المسألة خلصت معايا. طيب فكرة عايز اقولها لك، لو جاب لك عمود سيركلر ومتعرض لبي التيمت وام اكس وام واي، هنا مفيش اي طريقة تحلها بالانتر اكشن ده، ولا في باي اكسل انتر اكشن دياجرام، مش هتلاقيه عندك ولا اي حاجة. هنحلها ازاي؟ بمنتهى البساطة هتحسب حاجة اسمها الام equivalent، اللي هي محصلة المومنت. ال m equivalent هتساوي الجذر التربيعي ل m x تربيع زائد m y تربيع، وعندك b ultimate. خلاص هتروح بالانتراكشن دياجرام السيركلر اللي عندك هنا، اللي هي لو جيت قلبت شوية في الانتراكشن دياجرام هتلاقيه، فاكر ده السيركلر اهو، عندك البي التيمت على الاف اس يو في الار تربيع، وهنا المومنت الايكوفالنت على الاف اس يو في الار تكعيب. يبقى اما يجي لك باي اكسل مومنت على عمود دائري، هتاخد الجذر التربيعي للمومنتين، تحسب المومنت الايكوفالنت، هتحل بيه الانتر اكشن دياجرام اليوني اكسل العادي، وتسلح قطاع السيركل. دي الفكره بتاعت العمود السيركل. غير كده عندك 3 طرق، لو قال لك يونيفورم حل بالباي اكسل انتر اكشن دياجرام، او السيمتريك اللي هو بتحسب الام اكس داش والام واي داش، وهتختزل الاثنين في مومنت واحد. قال لك نون يونيفورم، يبقى هي الطريقه الثالثه بتاعت الكود المصري، اللي هي بتحسب الالفا بي من جدول 6 12، تضرب المومنت اكس في الالفا بي والمومنت واي في الالفا بي، وتروح تحسب دي بالانتر اكشن دايجرام توب اند بوتوم وتوب اند بوتوم، وتسلح بالنسبه والتناسب. ده موضوع الانتر اكشن دايجرام، اتمنى ان هو يكون موضوع سهل بالنسبه ليكم.
وبالتوفيق إن شاء الله.